لا ينطلق تاسع الأشواط في هذه اللحظات، خاص هذا الشوط بالأبكار الثنائية المحليات الأصايل ضمن الأشواط التمهيدية التي انطلقت في صباح هذا اليوم والتهيلية للسباقات القادمة. تسير الانطلاقات ضمن 8 كيلومترات في تنافس مثير وتنافس مباشر على الهواء في هذه الانطلاقة هنا على قناة دبي ريسينج، حيث ينطلق هذا الشوط بعدما انتهى الشوط الماضي بتفوق لشعار بن خصيبة. يبدأ هذا الشوط ليبحث عن فائز جديد وأسماء جديدة تنضم إلى انطلاقات هذا الصباح. البداية والمركز الأول حيث تتقدم هذه النجوم من الأبكار وهذه الشعارات التي تزين ظهورها في الانطلاقات والتواصل. من حاف تتقدم المركز الأول أبو عبد العزيز حسن بن غليطة يتقدم إلى مقدمة هذا الشوط، وهالي اليرف أكيد بلا شك يطالبون بالتحية والسلام منذ هذا الصباح. بينما المركز الثاني على الجانب الآخر هناك، عموما على كل حال نتابع ثاني المراكز وننتقل مباشرة إلى المركز الثالث. المركز الثالث وصلت العزوم، سالم بن هلال بن مبارك العفاري يتقدم ليقدم لنا العزوم إلى المركز الثالث في هذه اللحظة. بينما المركز الرابع، شعار بن رشيد، وهنا محبة تتواجد. مشاهدينا هذه مشاهد الاعزاء الحذره تعود مكيته خليفه بن علي بن بخيت المسافري يتقدم الى المركز الرابع في هذه الاثناء. بينما المركز الخامس، مياسه تتقدم في المركز الخامس، تعود مكيته لسعيد بن صغير بن عبد الله المالكي، وصلت خذت المركز الخامس في هذه اللحظه. المركز السادس، هناك سرابه متواجده، محمد بن فارس بن علي الاجتبي يتواجد على سادس المراكز ليقدم لنا سرابة. بينما المركز السابع هنا شواهين عبد الله بن حمودة بن سرحان النيادي في المركز السابع. أما المركز الثامن اللي تقدمت سباير، تعود ملكية سباير فهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري، من هذه الأسماء اللي يعني حققت إنجازات مع شعار البرنس بن عقيل. والمركز الثامن، شعار المسند يتقدم ممثل الخور الدايم، وهذه محبة علي بن حمد بن مقارح المري. بينما المركز العاشر، الشاهينية سعيد بن عوض بن خصوني الاجتبي، من يحتل المركز العاشر ليقدم لنا مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقة الشاهينية. هكذا النداء الأول لمجريات ومعطيات ناموسي هذا الشوط، حيث تتنافس الأبكار المحليات الأصايل في هذا الشوط بتنافسها المثير والمميز والخطير. هكذا هي الانطلاقات والمسار. عودة إلى البداية، عودة إلى المركز الأول، حيث العزوم عزمت أن تغير هذه النتيجة. سالم بن هلال بن مبروك العفاري حيث يتقدم، وهالي المصانع الجنوب مشاهدين الكرام يتقدم ليقدم العزوم لتنتزع وتعزم على ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني هناك الحذرة تتقدم في المركز الثاني، تعود ملكيته لخليفة بن علي بن بخيت المسافري، من يحتل المركز الثاني. بينما أهالي اليرف يتواجدون على المركز الثالث، حسن بن عبد الله بن غليطة حيث يقدم مشاهدين الكرام لنا من حاف في هذا اللقاء الشفاف. والمركز الرابع، هذه اللي وصلت الآن مياسة، تعود ملكيتها السعيد بن صغير المالكي، يحتل المركز الرابع ويتقدم برباعية على هذه الشاشة الذهبية مشاهدين الكرام مجريات هذا الشوط. بينما المركز الخامس، وصلت خفيفه، تعود ملكيتها خليفه بحميد بن سهيل المهري، يحتل المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء ابو سهيل. بينما المركز السادس سباير، وياتي فهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري يقدم لنا سباير، حيث تتقدم في هذا الموقع وهذا المكان الحساس وهي في المركز السادس. بينما المركز السابع هناك سرابه تتواجد
يتواجد في المركز السابع. وياتينا مشاهدينا الاعزاء محمد بن فارس بن خلفان الاجتبي اللي يسير الى سابع المراكز ويتسرب مع وجود سرابه الى هذا الموقع وهذا المقطع. بينما المركز الثامن، المركز الثامن وصلت شواهين عبد الله بن حموده بن سرحان النيادي يتواجد في المركز الثامن. والمركز التاسع نشوف المركز التاسع شعار بالرملي يتقدم ليقدم هالوثبه مسلم بالرملي العامري. والمركز العاشر هذا الاسم القادم من الاخر وهي سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري حيث يتقدم إلى عاشر المراكز. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة. هذه العشرة المراكز الأولى بحثت عن انتصار وناموس للقاء هذا الشوط، وهي تجدد روح التحدي وروح الشباب والنشاط في هذه الانطلاقات ما شاء الله. لكن الشوط يحتمل ويحتوي على خمس تقريبا أو سبع أبكار في مقدمة هذا الشوط، وهي من المحليات الأصايل ومن الأخيار كذلك في المنافسة. لكن أشوف البداية لازال العزوق. والنتيجة أكيد بلا شك يبغيها لصالحة مع وجود العزوم على المركز الأول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هناك مياسة متواجدة، تعود ملكية مياسة لسعيد بن صغير بن عبد الله المالكي، شعار من شعارات السلطنة الممثلين اللي دائما يشاركون. لكن المركز الثالث هناك تقدمت الآن في هذه اللحظة مشاهدين الكرام الحذرة، وياتي خليفة بن علي بن بخيت المسافري يتقدم في هذا الموقع. لكن بدأت سباير تتقدم، بدأت سباير يعني تشكل من هذه اللحظة الخطورة على ناموس هذا الشوط لفهد بن محمد بن عقيل المري يحتل المركز الرابع وخامس المراكز عندك يا المهري. خليفة بن سهيل المهري يتواجد أيها الحفل الكريم ويقدم الخفيفة. الخفيفة هناك تطوف إلى هذا الموقع، أكيد هي خفيفة ونشيطة أكيد في هذا الصباح الجميل والصباح المنعش المنعش. بينما المركز السادس، المركز السادس حسن بن عبد الله بن غليطة يقدم لنا كذلك منحاف لتحتل المركز السادس. ما بينما المركز السابع، المركز السابع يصل بن طفله سعيد بن محمد بن طفله المري تقدم الى سابع المراكز وقدم شقره في المركز السابع. بينما المركز الثامن الوثبه مسلم بالرملي العامري يتواجد في المركز الثامن في هذه اللحظات. اما المركز التاسع سرابه محمد بن فارس بن خلفان الكتبي مع وجود سرابه على هذا الموقع. والمركز التاسع شعار الخيلي يواصل في هذه اللحظات، وهذه متعه متعه, متعة 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 خاطر بن سالم بن عامر الزرعي اللي يتقدم مع شعار بن هواش. بينما المركز العاشر تتواجد شواهين عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي حيث يتقدم الى عاشر المراكز في هذا النداء ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان المسار، هكذا كانت الانطلاقة المميزة والاخيرة. لكن عودة الى بداية الشوط والاثنين كيلومتر الاخيرة المتبقي، يا سلام افتتحنا بوابة العبور والعزوم هي من تعبر، العزوم هي من تعبر الخطوط الأمامية ما شاء الله تبارك الله. اندفاع ذاتي وتلقائي تقدم العزوم لسالم بن هلال بن مبروك العفاري، لا زال على المركز الأول، لا زال متقدما ومخاطرا بوجود العزوم على القمة. لكن هناك الخفيفة 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 خليفة بن حميد بن سهيل المهري يتواجد أيضا كذلك على ثاني المراكز ليقدم لنا التنافس الأخير من مشاركة في هذا الشوط. لكن منحاف متواجده، منحاف بدات تتسلل، منحاف حسن بن عبد الله بن غليطه يقدم منحاف على المركز الثالث في هذه الاثناء، ومياسه في المركز الرابع. لكن بدا بن طفله يتقدم يتطفل على الشوط، يسير مع شقره يا سلام. هنا شقره سعيد بن محمد بن طفله المري. المركز الخامس مياسه سعيد بن صغير المالكي. سادس المراكز وصل شعار بن عميره، وصل شعار بن عميره شواهين 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 شواهين، واصل عبد الله بن مطر بن حمد بن عميره الشامسي. ولكن اشوف التسلل الخطير، اول ندى لهم
مهملوله، سيف بن نايع بن سالم بالشاوي الاغفلي، اول ندى هنا تفاجئنا في هذا الموقع، فاجأت الجماهير و1200 على خط النهايه، النهايه ولا زالت الامور تسير حتى هذه اللحظه لصالح العزوم، لصالح العزوم من البدايه حتى هذه اللحظات، تبقى الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، وسالم بن هلال بن مبروك العفاري مسيطر المركز الثاني بالشاوي، تقدم وقدم هبلوله سيف بن نايع بالشاوي الغفلي، ولكن شواهين عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي يتواجد على المركز الثالث، اما هناك خاطر الزرعي واصل 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 خاطر الزرعي مشاهدينا الكرام، كذلك مشاهدينا الاعزاء يتقدم، يتقدم في هذه اللحظات في هذا الملتقى في هذا التنافس مع متعه، متعه والركض فيه متعه، الركض فيه لذه ومتعه، لكن بن نايع سيطر، بن نايع تسلل الى المركز الاول، يا سلام يا هملول، هملوله 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 هملوله، انتقلت سيف بن نايع، لكن هناك الهجوم الرباعي، الهجوم الرباعي، لا زال الهدوء يسيطر، لكن الكل يعني يترصد للآخر، الكل يترصد للآخر، والتبديلات مستمرة، تغييرات مستمرة، أسامي جديدة قادمة، ومياس عادت، مياس عادت، عادل مالكي، عادل مالكي، سعيد بصغير المالكي، وابن عميرة متواجد مع شواهين، عبد الله بن مطر بن عميرة الشامسي هناك على المركز الثاني، وخاطر الزرعي في المركز الثالث، لكن البداية، 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 الله يا سلام يا سلام يا مياس مسيطرة، مياس مسيطرة، سعيد بصغير المالكي، سعيد بصغير المالكي، وتهانينا لأهالي الدريز هناك في السلطنة، في سلطنة عمان، يا سلام مياسة، مياسة تفوز بانطلاقة هذا الشوط، تهانينا سعيد بصغير المالكي على الفوز والانتصار وفوز مياسة بهذا الشوط، شواهين عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي ثانيا، المركز الثالث الشامخة حمد بن سلطان بن راجل الاجتبي، المركز الرابع متعة متواجدة مشاهدينا الكرام، خاطر بن سالم الزرعي، والمركز الخامس، المركز الخامس حبلنا الكريم كانت سباير فهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري. هكذا كانت النتيجة حبلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء، التوقيت التوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس لسعيد بصغير المالكي حيث فاز بناموس هذا الشوط، قدم عرض مع عروض مياس، المركز الثاني شواهين قطع المسافة 12 دقيقة 49 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لعبد الله بن مطر بن عمير الشامسي حيث فازت شواهين بثاني المراكز، أما المركز الثالث التهانينا والناموس للفائز بالمركز الثالث في هذه الانطلاقه مع الشامخه حمد بن سلطان بن راشد الاجتبي، تهانينا والناموس للجميع. تتواصل انطلاقات اشواط صباح هذا اليوم وينطلق الشوط